رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فزورة أعرف مين. الشعب المصري ابن نكتة، وده مش مجرد كلام، بنعشق الإفيه وبنديله تعظيم سلام. صاحب اللازمة الحلوة بنحبه وبنحييه. في حياتنا ناس واخدين منهم نص كلامنا، بنحبهم من غير حدود، وإفيهاتهم بتزبط لنا المود. ما بين ميمز وبوست وكوميك الملايين بتشيرهم. مطلوب منكم تعرفوا أنا بتكلم على مين. يلا بينا. جوائزنا مقدمة من المنتج المصري الأصيل سبيروس باتس، أصل الأزوزة في مصر، منتج مصري من سنة 1920. الجائزة الأولى هتكون 10,000 جنيه لأكتر واحد هيبعت لنا SMS على 199 بالإجابات الصحيحة لعشر حلقات متتالية. الجائزة الثانية هتكون 15,000 جنيه لأكتر واحد هيبعت لنا SMS بالإجابات الصحيحة لخمستاشر حلقة متتالية. أما الجائزة الأخيرة والكبيرة هتكون موبايل أحدث موديل لأكتر واحد هيبعت لنا 30 إجابة لل 30 حلقة على رقم SMS 199. نجمنا النهاردة فنان عظيم، في السينما حريف وعلى المسرح زعيم، من أول الأباصير وسرحان عبد البصير لحد بوبو سو فالنتينو، وهو في الضحك ملوش نظير. يكفي فخامة الاسم لأنه أستاذ ورئيس قسم، الكل يقف قدام تاريخه وكل واحد فينا يخلي باله من اللي غليغه. بصت عينيه تبهرك ورياكشناته تجننك، قادر يضحكك من قلبه من أول ما يقول ده أنا غلبان. بنحبه قوي لأن كل الناس عنده طيبين قوي. انتوا ما بتجوش ليه؟ مش كنتوا تيجوا عشان تشوفوا أحلى عصابة مع حمادة وتوتو، الأستاذ سبانخ الأبوكاتو، ده غني عن التعريف. لسه هكمل لكم، استنوني. طفش عريس بنته عشان يكون مرتاح، وغنى الجوازة باظت بالعند في انشراح. مرجان صاحب براءة اختراع الشاي بالياسمين، تجاربه كلها قوية ومنها التجربة الدنماركية، وأكيد فاكرين حنفي القبهة اللي جننا وراه، مرزوق الجدع اللي فكر باراكوتا وقال له امضي يا شوية. سلام يا صاحبي، واشوفكم الحلقة الجاية، استنونا.